السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة وضع مجلد بداخل مجلد على أجهزة iOS، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود الشغالة بنظام iOS 9، سواء كان iOS 9.0 أو iOS 9.0.1 الإصدار الأخير، وبدون جيل بريك طبعا، لم يصدر له جيل بريك. ومع هذا أظن أن الطريقة ستشتغل على كل إصدارات iOS 9 حتى التي ستصدر في المستقبل القريب، وكذلك يعني قمت بتجربتها أيضا على نسخة طبعا التطبيق بداخل تطبيق هكذا، يعني في الشاشة الرئيسية تجد مجلد تدخل إليه، تجد مجموعة آخر جانبه في الشاشة، وأردت وضع هذا المجلد بداخل هذا المجلد فلن يشتغل هكذا، يعني لن تستطيع وضع هذا المجلد بداخل المجلد، ولكن سنستطيع وضع هذان المجلدان بداخل بعضهما، أو يعني حتى المجلد تضع بداخله مجموعة من المجلدات، لا توجد أي مشكلة، أو الملف توجد به مجموعة من الملفات بدون أي مشاكل. إذا في البداية ستقوم بفتح تطبيق هذا الوالد، يعني تقوم بفتح مجموعة من التطبيقات، تقوم بفتح تطبيق الموسيقى، الآن أقوم بتطبيق الملاحظة، أقوم بفتحه، أقوم بهذا فتح التذكيرات، أقوم أيضا بفتح الفيديوز، لا توجد أي مشكلة. الآن تقوم بسحب الفون هكذا، وضعه هنا في الشاشة الرئيسية، تترك يعني خانة فارغة. الآن تقوم بسحب المجلد الذي تريد أن يكون بداخله المجلدات إلى الدوك بار أو الشريط السفلي بجانب السفاري والموسيقى وكذلك الماء، تقوم بوضعه هكذا. الآن تقوم بالضغط هكذا، الضغط مرتين على زر الهوم، الرجوع إلى الشاشة الرئيسية. الآن تقوم بسحب المجلد الذي وضعته في الدوك بار إلى الأعلى ووضعه مكان الكاميرا، يعني أقصى الأعلى جهة اليمين كما ترى أمامك. الآن تقوم بالضغط على المجلد الآخر الذي تريد وضعه بداخل المجلد الذي وضعناه في الأعلى، تقوم بالضغط عليه هكذا، ضغط قليلا. الآن تقوم بالضغط مرة واحدة على المجلد الذي باللون، يعني المجلد الذي تريد وضع بداخله المجلدات الموجود بالأعلى هكذا. الآن تقوم بالضغط سريعا هكذا، وأنت تقوم بالضغط، لاحظ معي مشاهدي الكريم، استطعت وضع هذا المجلد بداخل المجلد الذي تراه أمامك. الآن إذا رجعت إلى الشاشة الرئيسية ودخلت إلى هذا المجلد، سأجد مجلد آخر بداخله مجموعة من التطبيقات. أرجع أخرى، يعني أرجع خطوة للخلف، أجد مجموعة أخرى من التطبيقات كما ترى أمامك بدون أي سهولة. يمكن أيضا وضع مجلد آخر بدال ذلك المجلد بنفس الطريقة هكذا، أقوم بالضغط عليه هكذا. الآن أقوم بضغطة واحدة، ضغطات متتاليات، أقوم بسحبه قليلا. كما ترى مشاهدي الكريم، استطعت وضعه أيضا بداخل هذا المجلد. الآن بشاشة رئيسية أدخل، أجد اثنين من المجلدات، هذا المجلد وكذلك هذا المجلد بدون أي مشاكل. أتمنى أن تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم، رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة وأعجبتك هذه الطريقة وأعجبك هذا الجلتش إذا صح التعبير، لا تنسى مشاركته مع أصدقائك ليستفيدهم أيضا، لا تنسى كذلك دعوة أصدقائك للإعجاب بالصفحة ومشاهدة الحلقات التقنية التي أقوم بتقديمها على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك الآن بالضغط على زر سبسكرايب يظهر أسفل الفيديو على يمينك للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية، هذا إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات مدونة العالم الافتراضي ومحمد الصغير. كذلك يمكنك الضغط عليه في حال كنت تتابع حلقاتي ولم تشترك إلى حد الآن، فأدعوك إلى الاشتراك لتتوصل بجديد الحلقات والفيديوهات التي تقوم بنشرها. كذلك لا تنسى الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.